للمزيد من التعليق والمتابعة ينضم إلينا من طوباس بالضفة الغربية محمد راغمة الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد محمد. لو بدأنا بداية والحديث عن واقع العلاقة السياسية المتأزمة بين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين في مختلف القطاعات، وشهدنا حتى تصريحات لكبار المسؤولين الأمنيين الذين اتهموا نتنياهو بأنه يأخذ إسرائيل إلى حافة الهاوية، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ هل هي من باب ذر رمادي في العيون أم أن بالفعل هنالك مشكلة داخلية قد تؤدي إلى ما قد تؤدي إليه بما يخص هذه الدولة؟ مساء الخير لك لكل المشاهدين. يعني الخلافات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وداخل المستوى السياسي والمستوى العسكري بالدرجة الأولى، وبين المستوى السياسي الرسمي والمعارضة مستمر منذ عدة شهور، ولكن باعتقادي هذه الخلافات يمكن وضعها في سياق وإطار الخلافات التكتيكية وليس في إطار خلافات جوهرية استراتيجية ممكن أن تؤثر على سير الحرب على قطاع غزة. الخلافات تتمحور حول شكل الحرب على قطاع غزة وليس على من هو مع أو ضد وقف الحرب على قطاع غزة. المستوى العسكري الإسرائيلي يريد وقف هذه الحرب لفترة زمنية مؤقتة لكي يتم استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، ومن ثم يكمل هذه الحرب. بنيامين نتنياهو غير معني بصفقة تبادل ويريد استمرار هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تحت أهداف معلنة من الصعب تحقيقها أو قياس مدى تحقيقها. فبالتالي لا يمكن البناء على هذه الخلافات، هذه الخلافات هي تكتيكية داخلية. والخلافات من ما بين نتنياهو وما بين المعارضة هي لا قيمة لها بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأن بنيامين لا يقيم وزنا لهذه المعارضة. أولا نتيجة ضعف المعارضة الإسرائيلية وعدم قدرتها في التأثير على تحريك الرأي العام الإسرائيلي أكثر وأكثر، بالإضافة إلى ذلك أن أدوات الحكم ومكونات يعني أدوات الحكم ووسائل الحكم داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي تمكن بنيامين نتنياهو من الاستمرار في سياسة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة دون أي عوائل. يعني أفهم منك سيد محمد أن سياسة نتنياهو لا يختلف عليها السياسيون داخليا، ولكن على كيفية إدارة الأزمة وليس على الأزمة بحد ذاتها. طيب، بالتالي نتنياهو وفق القراءات لسياساته يدفع المنطقة إلى المزيد من المواجهة، إلى المزيد من الأطراف التي ربما قد تدخل إلى هذه المواجهة في قادم الأيام. هل الداخل الإسرائيلي مع هذه السياسة؟ يعني هذا يتعلق لمن توجه هذا السؤال داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. أولا إذا تحدثنا عن الدوائر صنع القرار، وهذا هو الشيء الأهم، هي مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مع الاستمرار والذهاب حتى لو كانت النتيجة حرب إقليمية واسعة، فهم يطالبون أكثر وأكثر بضربات وقائية ضد إيران وحزب الله وليس فقط التعامل مع المواجهة. فبالتالي الائتلاف الحكومي ودوائر صنع القرار الرسمية تدفع باتجاه حرب إقليمية واسعة، لأنها تعتبر بأن صورة دولة الاحتلال الإسرائيلي انهزت، قوة الردع الإسرائيلية انهزت، فبالتالي لابد من حرب إبادة، حرب شاملة في المنطقة لكي تتمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من هزيمة أعدائها كما يقولون. وأنه لا، حتى أن معظم الآراء تقول لابد من ضربة إسرائيلية قوية من أجل القضاء على القوة الإيرانية، لاعتقادهم بأن ما دامت إيران قوية لن يتمكنوا لا من القضاء على حزب الله ولا من القضاء على حركة حماس. نعم. فبالتالي هم مع التوجه بضربة حتى لإيران، ضربة وقائية وليس إذن ليست المشكلة نتنياهو وإنما دوائر صنع القرار بالعموم في إسرائيل، وهذا ما يريده هذا الكيان. على كل حال أنا أشكرك شكر الجزيل من طوباس بالضفة الغربية محمد راغمة الكاتب والباحث السياسي لوجودك معنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا لك.